السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. الأمراض النفسية هي كثيرة ومتعددة ومتنوعة، ولكن معظمها ممكن أن نصنفه في الوسواس. هناك الاكتئاب، هناك القلق، هناك التوتر، هناك الاضطراب، هناك أنواع كثيرة، لكن معظم الأمراض النفسية حتى هناك دراسات تقول أكثر من 70% منها هي مجرد وساوس. والوساوس هي في الحقيقة هجوم لأمراض أو لكائنات روحية. كائنات روحية بحال دابا عندنا الفيروس ديال كورونا، هذا كائن بيولوجي يهجم على الجسم البشري وينتقل عن طريق الملامسة أو العطاس أو غيره. كذلك هذا الوسواس هي كائنات روحية تنتقل من إنسان لإنسان، وإذا وجد الإنسان ضعيف فإنها تسكن فيه وبالتالي تعذبه عذابا أليما. ربنا سبحانه وتعالى في كتابه العزيز أمرنا بأن نستعيذ منها، وقال قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. هي كائنات روحية ربنا عز وجل خلقها وأعطاها هذه القدرة. الله خلق الخير وخلق الشر، خلق الحق والباطل، خلق الإيمان والكفر، خلق الظل والحرور، خلق النور والظلام، خلق المتناقضات. لماذا خلقها الله عز وجل؟ لأن الدنيا فيها ابتلاء وفيها اختبار وفيها امتحان. لكن هذا الوسواس الخناس على من يتجه وإلى أين يصل؟ هو يبحث عن الناس الذين عندهم حيرة، الناس الذين عندهم اضطراب، فيقتحم صفحتهم النفسية وبالتالي يعيش بداخلهم، يعيش في وسط نفوسهم ويهتف هواتف في عقولهم. وغالبا هذه الهواتف تكون سلبية، تكون ظلامية، تكون مقززة، وأحيانا تكون مؤلمة للغاية، فصاحبها يتألم ويقع في صراع داخلي مع نفسه، هو لا يتصارع مع الآخرين. الموسوس يدخل إلى بيته ويغلق عليه غرفته ويطفئ عليه الضوء ويبقى في صراع مع ذاته. لماذا هذا الوسواس؟ ماذا يفعل بك؟ هو في الحقيقة هذا الوسواس هو يعيش من الأجسام المريضة. نحن في أجسامنا عندنا مواد خلقها الله تعالى بها يقتات هذا الوسواس. من بينها عندنا مواد التي تعطينا الحيوية والنشاط في أجسامنا، هو يأكلها، يتغذى علينا، يتغذى عليها، وبالتالي كلما ازداد هو قوة يزداد المريض ضعفا. والعلاج هو طويل وله شعب وله مراحل وله أطوار كثيرة في علم النفس، وفي الخبراء في هذا الميدان يعلمون بأن لابد أن تقطع مراحل البرومير فاز، دوز المرحلة الأولى الثانية والثالثة وأدوية. لكن في الجانب الديني ممكن أن نقضي على هذا الوسواس ضربة واحدة، ضربة واحدة نقضي عليه ويفر بأمر الله سبحانه وتعالى. لا يحتاج إلى مراحل، لا يحتاج إلى أطوار، لا يحتاج إلى فترة زمنية مديدة، طفرة واحدة يعني يبات ما يصبح بأمر الله الواحد الأحد. كيف ذلك؟ هذا الوسواس هو أولا يوسوس لك في العقيدة، يأتيك بأن الله معك أو الله غير موجود، أو أن الله موجود ولكنه لا يهتم بخلقه، أو أنك دعوته ولم يستجب لك، أو أنك لم يحمك من خطر. المهم يبدأ لك بالوسوسة على مستوى العقيدة، يوهم
في قلبك العقيدة مع الله. العلاج يبدأ بماذا؟ يبدأ بأن نقوي جانب العقيدة، الله معنا، الله معي، الله ناظر إلي، الله يحميني، الله يسمعني، الله يراني، الله يدعمني، الله يقويني، دائما الله معك. احرص على معية الله، إذا كان الله معك فلا أحد يستطيع أن يكون ضدك مهما يكون، الخلق كلهم لا يستطيعون أن يكونوا ضدك إذا كان الله معك. وكيف يكون الله معك؟ أن تكون أنت مع الله، أن تكون أنت مع الله. طبعا هناك بعض الناس يريد أن ينخرط في ذكر الله ويتصل بربه، لكن الوسواس الخناس لا يتركه وشأنه، يبدأ بالوسوسة، يبدأ بالأفكار الظلمية ويقطع عليه الحبل. لهذا نبدأ بماذا؟ نبدأ بأذكار معينة. أولها ما هي؟ ذكر لا إله إلا الله. هذا الذكر عظيم، لا إله إلا الله هو سهم، سهم عظيم يجعلك ترتفع إلى أعلى عليين. كلما رددته ارتفعت، ارتقيت، 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 حتى تصل إلى أعلى مقام. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. نفسيتك تتقوى من الداخل، نفسيتك تصبح عندها قدرة على الدفاع. حينما يهجم عليك هذا الروح الخبيث ليأكل منك المواد التي يتغذى عليها والتي تعطيك أنت الحيوية والنشاط، فتصير بعد أن يتغذى عليها أنت ضعيف وهزيل. هذه الكلمة الطيبة تجعلك في صراع معه، وبالتالي تغلبه بأمر الله. إذا تابعتها وشعرت ما زال هناك عندك ضعف، تقول الكلمة الثانية، وهي ما هي؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. معناها لا تحول من حال إلى حال إلا بقوة دافعة من عند الله. نكررها ونقولها مرارا وتكرارا بلا عدد، وسوف ترى العجب. إذا قدر الله تعالى ومازال هذا الوسواس يحتويك من جانب عنده خدع، وأنه يتصل بك ويستطيع أن يؤثر فيك سلبا، نقول إن لله وإن إليه راجعون، إن لله وإن إليه راجعون، كما قال ربنا عز وجل: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. هذه أذكار ثلاثة إذا واظب عليها العبد المؤمن فإنه يتقوى ويصير عنده جهاز دفاع مضاد لكل الأفكار السلبية ولكل الخواطر الذهنية ولكل الأشباح الروحية، وبالتالي يتخلص من هذا الوسواس. وهناك طريقة مثلى وعظيمة جدا، لأن هذا الوسواس يأتي من الهموم. لما يكثر على الإنسان الهم تلو الهم والخوف والوجل تأتي الوساوس. أحسن طريقة أن نفعل طريقة مضادة، ما هي؟ وهي الإكثار من الصلاة على النبي المختار. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ما الذي يقع عند الصلاة على النبي الكريم؟ ربنا يبعث إليك الملائكة، هناك ملائكة سياحون في الأرض يبحثون عمن يصلي على النبي، فيأتون إليه ليبلغوا صلاته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في الحديث: ما من مجلس يصلى فيه على النبي الكريم إلا ورائحة طيبة أطيب من المسك تمتد من الأرض حتى تصل إلى عنان السماء. فتقول الملائكة: هذا مجلس يصلى فيه على رسول الله، فتحفك الملائكة. وطبعا إذا حضرت الملائكة فرت الشياطين. طريقة بسيطة جدا ومجربة بالعشرات والمئات، لطالما عرفنا أناس كبار وصغار، بل أناس في مستويات عالية تسلط عليهم الوسواس الخناس واستعملوا أدوية طويلة. منهم من استمر 7 سنين، ومنهم من تزاوج 10 سنين، بل منهم من بلغ 20 سنة ولم يتخلص من هذا الوسواس القهري. وحينما تبع هذه الوصفة، وهي أنه يملأ وقته بالذكر لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون، ثم يكثر من الصلاة على النبي المختار، يجد الملائكة
حوله من كل جانب فتفر الشياطين، وبالتالي يشعر بأنه مطمئن وأنه متزن وأن عنده سكينة. بل أكثر من هذا، لما يكرر كلمة لا إله إلا الله تصير عنده قوة لا تقهر، عنده قوة لا تنهزم، عنده إرادة فولادية. وحينما يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، حياته تتغير كلها من عنة ومن تعب ومن مشقة ومن حجرة إلى عزة وإلى جلال وإلى خيرات. وحينما يقول إن لله وإن إليه راجعون، الله تعالى يصير هذه الحياة طيبة قبل أن تأتي الحياة الآخرة. نحن سوف نرجع إلى الله تعالى، هذا معناها لا تعظم الدنيا في قلبك. ما معنى إن لله وإن إليه راجعون؟ يعني لا أعظم الدنيا في قلبي، يعني مهما حدث لي من مشاكل، مهما ضاع لي من مصالح ومن خيرات، لا أحزن عليها ولا أهبه، لأن كله إلى زوال. إن لله وإن إليه راجعون، هذه وصفة إيمانية بسيطة مجربة، من أقامها بصدق ويقين سيرى العجب العجاب. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.